السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في سيشن رقم 4 من مادة الـ D175A. هنتكلم عن الوايرلس نتورك وإزاي بتشتغل. أول حاجة الوايرلس نتورك اللي هي الشبكات اللاسلكية هي نوع من الشبكات اللي بيتم فيها الاتصال ما بين الأجهزة وبعضها بدون أسلاك. فهو بيقول لي إن الوايرلس نتورك هي عبارة عن النتورك اللي بتعمل ترانسميتنج للداتا خلال الهواء أو الفراغ باستخدام الراديو ويف. الراديو ويف هي أحد الأجزاء أو مجموعة معينة من الترددات اللي موجودة في الإلكتروماجنتيك سبيكتروم اللي هو الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي بيشمل كل الترددات اللي موجودة عندي. جزء منه بنستخدمه مثلا في المايكرويف كوميونيكيشن، جزء منه بنستخدمه في الواي ماكس، جزء منه بنستخدمه في الراديو سيجنال والإنفراريد وهكذا. أهم الأجهزة اللي موجودة في الوايرلس كوميونيكيشن الأريال أو الأنتنة. الأريال أو الأنتنة وظيفته أنه بيعمل ترانسميتنج أو ريسيفنج للداتا، يعني البيانات اللي موجودة جوه الكمبيوتر هو بيحولها من صيغة يمكن استخدامها جوه الكمبيوتر لصيغة يمكن إرسالها في الهواء اللي هي راديو فريكوانسي سيجنال. عند الريسيفر بيعمل العملية العكسية، يعني هيحول الإشارة من راديو فريكوانسي سيجنال إلى إشارة أو بيانات يمكن استخدامها داخل الكمبيوتر. فهو بيقول لي إن الأريال أو الأنتنة اللي هو الهوائي هو عبارة عن سبيشال إلكتريكال كوندكتور، موصل كهربي معين بيلقط إشارات الراديو ويف سيجنالز. عند الريسيفر المفروض إنه وصول الإشارة بيصاحبها تغير في المجال الكهرومغناطيسي في المنطقة اللي بيكون حواليها الأنتنة، فالأنتنة بتاخد التغيرات في المجال المغناطيسي أو آسف اللي هو الإلكتروماجنتيك فين الكهرومغناطيسي وتحولها البيانات يمكن استخدامها جوه الكمبيوتر. ده عند الريسيفر. عند الترانسميتر بتعمل العملية العكسية. النقطة الأهم إن معظم الأجهزة اللي موجودة عندي في الشبكات اللاسلكية بتقوم بالوظيفتين، يعني بتشتغل ترانسميتر وريسيفر في الوقت نفسه. فهو بيقول لي إن most devices معظم الأجهزة اللي شغالة في الراديو نتورك عبارة عن ترانسيفر، يعني ترانسميتر وريسيفر. they can both تعمل sending وreceiving للراديو signals. حضراتكم شايفين البلوك دياجرام الخاص بالوايرلس نتورك بيكون مكون من sender أو reception، وهنا sender وreception، وهنا في ترانسيفر وهنا في ترانسيفر. احنا بنقول ان احنا عندنا نوعين من الميديا او الميديم اللي هو الوسط المستخدم لارسال الاشارات ما بين الاجهزه وبعضها، يا اما يكون guided media يا اما unguided media. guided معنى كده ان بيكون فيه مسار محدد لارسال البيانات ما بين السورس والديستنيشن، يعني بيكون فيه كابل او سلك بنستخدمه لارسال البيانات ما بين السورس والديستنيشن. البيانات ما تقدرش تطلع عن السلك دوت. إنما في حالة الـ Unguided Media أو اللي هو الوايرلس فبيكون في مسارات مختلفة. هنا بيقول لي إن البيانات اللي بتطلع من الأنتنة بتنتشر في كل الاتجاهات اللي موجودة عندي وبيكون لها شكل Spherical Pattern. Spherical Pattern معنى كده إن بيكون فيه شكل دائري. طبعا طالما ان هو دايره فالمفروض لو احنا خدنا الاطار الخارجي للدايره دي كل النقاط اللي موجوده عليه المفروض انها بتكون على مسافه واحده من الانتنه. يبقى اذا دي بيسموها ويف فرونت. يبقى اذا الويف فرونت بتشير او معناها ان كل النقط اللي موجوده على نفس المسافه من السورس. عندنا نوعين مشهورين جدا من الانتنه، يا اما حاجه اسمها نون دايركشنال انتنه اللي هما بيسموها اومني انتنه، هي عبارة عن أنتنة بتبعت الإشارة في كل الاتجاهات ده، يعني بيكون فيها شكل دائري. إنما في نوع تاني من الأنتنة اللي هو بيسموها Directional Antenna. Directional Antenna معنى كده أنها بتوجه الإشارة في اتجاه معين وبالتالي بيكون طاقتها أكبر وأفضل. نتكلم على موضوع الاتنويشن، يعني ضعف الإشارة. يا ترى هو مين اللي بتضعف فيه الإشارة بصورة أوضح وأكتر؟ هل الشبكات السلكية ولا اللاسلكية؟ الشبكات اللاسلكية مقدار الضعف في قوة الإشارة بيكون أكبر من الشبكات السلكية. ليه؟ لمجموعة من العناصر. أول حاجة السيجنال فريكوانسي والسترينث بتاعتها.
كل ما بيزيد التردد الخاص بالإشارة كل ما بيزيد الاتنويشن الخاص بيها وبيزيد مقدار الضعف، يعني معنى كده ان ما اقدرش ابعت الإشارة لمسافة بعيدة. الحاجة التانية الفيزيكال انفايرمنت اللي هي البيئة اللي بتنتشر فيها الإشارة. على سبيل المثال لو انا عندي في بيتي مثلا مكون من 10 غرف، والعشر غرف دول فيها كوريدورز مثلا او فيه ممرات كتيرة، فمعنى كده ان الاشارة علشان توصل من غرفة لغرفة تانية هتبقى اضعف واضعف. يبقى اذا من اهم النقاط اللي بتأثر على انتشار الاشارة في حالة الشبكات اللاسلكية اللي هو الفيزيكال انفايرمنت. الحاجة التالتة الديزاين الخاص بالأنتنة. يا ترى الأنتنة اللي موجودة عندي ديت هي أومني أنتنة بتبعت الإشارة في كل الاتجاهات في الأول دايركشن، ولا بتبعت الإشارة في اتجاه معين؟ يبقى السؤال ممكن يجينا إزاي؟ هنا بيقول لي الفاكتورز أو العوامل اللي بتأثر على أقصى مسافة يمكن إرسال الإشارة ليها هي السيجنال فريكوانسي التردد الخاص بالإشارة، قوة الإشارة، الفيزيكال انفايرمنت البيئة اللي بينتشر فيها الإشارة، الحاجة الثالثة اللي هي الديزاين الخاص بالأنتنة. نتكلم عن اللو فريكوانسي ويف. أول حاجة إحنا عارفين إن كل ما بيزيد التردد الخاص بالإشارة كل ما بيزيد الأتنويشن. طب لو كان التردد بتاعها ضعيف معنى كده إن أنا أقدر أبعت الإشارة لمسافة أبعد، فهو بيقول لي إن اللو فريكوانسي ويف ممكن نبعتها لمسافة أبعد. كمان ان اللو فريكوانسي ويف هي مور افيشنت اكتر فعاليه في اختراق الفيزيكال بارير زي الجدران. نتكلم دلوقتي عن مصطلح الريجيوليشن. ريجيوليشن يعني تنظيم. الفكره انه مع استخدام المتزايد للشبكات اللاسلكيه لازم يكون فيه نوع من التنظيم في استخدام الترددات. يعني هل الترددات دي متاحه للاستخدام؟ هل الترددات دي مجانيه ولا برسوم؟ مين اللي بينظم عملية استخدام الترددات؟ طبعا هي هيئة الاتصالات السعودية. هنا هي اللي بتحدد أي من الترددات متاحة مجانا وأي من الترددات دي متاحة بس برسوم. أنا عندي نوعين من الترددات، يا إما حاجة اسمها license يا إما unlicense. license معناها إن أنا بدفع عليها رسوم زي الترددات الخاصة بشركات الموبايل. unlicense معنى كده إنها ترددات مجانية زي الترددات المستخدمة في الشبكات اللاسلكية اللي هي الواي فاي أو الـ ISM Frequency Band. على سبيل المثال لو أنا بستخدم واي فاي في البيت عندي فأنا بروح أشتري من شركة الاتصالات Access Point وببدأ أستخدم الإنترنت مباشرة، ما بدفعش تكلفة ولا حاجة. إنما في حالة الموبايل يفترض إن شركة الموبايل بتدفع رسوم استخدام للترددات لهيئة الاتصالات السعودية. هنتكلم دلوقتي عن مصطلح اسمه ISM، اختصار كلمة Industrial Scientific and Medical Radio Band. Industrial يعني صناعي، Scientific يعني علمي، Medical يعني طبي. هي عبارة عن مجموعة من الترددات اللي بيتم استخدامها في الأغراض والتطبيقات الصناعية والعلمية بالإضافة للتطبيقات الطبية. دي كلها ترددات مجانية. يعني مثلا في شركة راح أو في مستشفى، المستشفى اشترت جهاز بيستخدم لفحص الأجسام البشرية مثلا. الجهاز ده بيشتغل على ترددات، يفترض ان معظم الترددات المستخدمه في المستشفيات او القطاع الطبي بتكون ترددات مجانيه، يعني الشركه او المستشفى مش محتاجه انها تروح تجيب ترخيص من هيئه الاتصالات. فهنا بيقول لي ان الاي اس ام باند هو عباره عن رينج من الترددات ان لايسنس يعني مش محتاج ترخيص ان انا استخدمه، بيكون ما بين 2.4 جيجا هرتز ل 2.4835 جيجا هرتز، وبيتم الإشارة لي باسم تاني اللي هو 2.4 جيجا هرتز. عموما من أشهر التطبيقات اللي موجودة في الـ ISM band اللي هي الواي فاي والبلوتوث. الواي فاي اللي هي تعادل الـ IEEE 802.11، البلوتوث تعادل IEEE 802.15. خلينا نقول إن الـ IEEE 802.11 أو 11 هي عبارة عن مواصفات قياسية لـ الواي فاي او البلوتوث. نتكلم دلوقتي عن مصطلح الريجيوليشن. ريجيوليشن يعني تنظيم. الفكره انه مع استخدام المتزايد للشبكات اللاسلكيه لازم يكون فيه نوع من التنظيم في استخدام الترددات. يعني هل الترددات دي متاحه للاستخدام؟ هل الترددات دي مجانيه ولا برسوم؟ مين اللي بينظم عمليه استخدام الترددات؟
طبعا هي هيئة الاتصالات السعودية هنا، هي اللي بتحدد أي من الترددات متاحة مجانا وأي من الترددات دي متاحة بس برسوم. أنا عندي نوعين من الترددات ده، يا إما حاجة اسمها لايسنس يا إما أن لايسنس. لايسنس معناها إن أنا بدفع عليها رسوم زي الترددات الخاصة بشركات الموبايل. أن لايسنس معنى كده إنها ترددات مجانية زي الترددات المستخدمة في الشبكات اللاسلكية اللي هي الواي فاي أو الـ ISM Frequency Band. على سبيل المثال، لو أنا بستخدم واي فاي في البيت عندي، فأنا بروح أشتري من شركة الاتصالات أكسس بوينت وببدأ أستخدم الإنترنت مباشرة، ما بدفعش تكلفة ولا حاجة. إنما في حالة الموبايل، يفترض إن شركة الموبايل بتدفع رسوم استخدام للترددات لهيئة الاتصالات السعودية. هنتكلم دلوقتي عن مصطلح اسمه ISM، اختصار كلمة Industrial Scientific and Medical Radio Band. Industrial يعني صناعي، Scientific يعني علمي، Medical يعني طبي. هي عبارة عن مجموعة من الترددات اللي بيتم استخدامها في الأغراض والتطبيقات الصناعية والعلمية بالإضافة للتطبيقات الطبية. دي كلها ترددات مجانية. يعني مثلا في شركة راح أو في مستشفى، المستشفى اشترت جهاز بيستخدم لفحص الأجسام البشرية مثلا. الجهاز ده بيشتغل على ترددات، يفترض ان معظم الترددات المستخدمة في المستشفيات او القطاع الطبي بيكون ترددات مجانية. يعني الشركة او المستشفى مش محتاجة انها تروح تجيب ترخيص من هيئة الاتصالات. فهنا بيقول لي ان الـ ISM band هو عبارة عن رينج من الترددات unlicensed، يعني مش محتاج ترخيص ان انا استخدمه، بيكون ما بين 2.4 جيجا هرتز ل 2.4835 جيجا هرتز، وبيتم الإشارة ليه باسم تاني اللي هو 2.4 جيجا هرتز عموما. من أشهر التطبيقات اللي موجودة في الـ ISM band اللي هي الواي فاي والبلوتوث. الواي فاي اللي هي تعادل الـ IEEE 802.11، البلوتوث تعادل IEEE 802.15. خلينا نقول ان الـ IEEE 802.11.15 او 11 هي عبارة عن مواصفات قياسية للواي فاي او البلوتوث. نتكلم دلوقتي عن الواي فاي. الواي فاي اختصار كلمة Wireless Fidelity، طبعا هي عبارة عن اسلوب للتوصيل ما بين الاجهزة وبعضها. انا عندي نوعين او عندي اثنين configuration او طريقتين لتشغيل الواي فاي نتورك، يا إما بنستخدم الاد هوك يا إما بنستخدم الانفراستراكشر. في حالة الاد هوك، الكوميونيكيشن أو الاتصالات ما بين الأجهزة بتتم بدون استخدام أكسس بوينت، يعني كل جهاز بيكلم التاني مباشرة، مش محتاجين أكسس بوينت ما بينهم وبين بعض. ده ليه عيوب كتيرة جدا هنعرفها قدام. إنما النوع التاني اللي بنسميه انفراستراكشر، فمعنى كده إنه عملية الكوميونيكيشن ما بين الأجهزة وبعضها بتتم عن طريق أكسس بوينت. لازم يكون في أكسس بوينت في النص، هو اللي بيتولى عملية تنظيم الاتصالات ما بين الأجهزة وبعضها. في حالة الوايرلس لوكال اي نتورك، فإن النودز أو عناصر الشبكة اللي موجودة عندي إحنا بنسميها ستيشنز. ليه؟ هو بيقول لي هنا لأنه بتعمل عملية ترانسميتنج وريسيفنج للداتا كما لو كانت محطة بث إذاعي. يبقى هنا دلوقتي بيقول لي إنه في حالة الوايرلس لوكال اريا نتورك، النودز اللي موجودة عندي إحنا بنسميها ستيشنز، لأن كل كوميونيكيشن ديفايس بيعمل كما لو كان راديو ستيشن، محطة بث إذاعي ليه القدرة إنه يعمل عملية ترانسميتنج أو ريسيفنج للداتا. علشان نستخدم الشبكات اللاسلكية محتاجين وجود كارت شبكة لاسلكي اللي هو بيسموه وايرلس نتورك انترفيس كارد. هنتكلم دلوقتي عن الاوبريشن مودز او انماط التشغيل الخاصه بالشبكات اللاسلكيه. انا قلت ان انا عندي نوعين اتنين، يا اما حاجه اسمها الاد هوك يا اما النوع التاني اللي بيسموه الانفراستراكشر. في حاله الاد هوك، فهو عباره عن مجموعه من الاجهزه اللي بيحصل كوميونيكيشن ما بينها وبين بعضها بدون وجود اكسس بوينت، كما هو واضح من الرسمه دي. هنا كل جهاز من الاجهزه، طبعا هنا ده المدى او ده بيوضح الإشارات اللي بتطلع منه، يبقى دي عبارة عن مجموعة من الستيشنز بتتواصل مع بعضها بدون وجود أكسس بوينت. السيكيورتي بتاعتي هنا بيكون أقل، لأن كل واحد بيحدد السيكيورتي الخاصة بيه. لازم كمان الأجهزة دي تكون في نفس الرينج، يعني قريبة من بعضها، وليها نفس السيرفيس سيت ايدنتيفاير ونفس التشانل. السيرفيس سيت ايدنتيفاير هو مقصود بيه هو اسم الشبكة
لو حضراتكم شفتوا مثلا لو انا بشغل الواي فاي عندي في الموبايل او في الكمبيوتر، فبيقول لي تم اكتشاف 10 شبكات لاسلكيه اسمها كذا وكذا وكذا وكذا. الاسم دوت بيسموه سيرفيس سيت ايدنتيفاير. طبعا اللي تشانل المفروض ان كل المفروض انه انا عندي ال 2.4 جيجا هرتز باند دوت بيتقسم لمجموعه من اللي تشانل. يبقى نرجع تاني كده، هو بيقول لي ان انا عندي هنا 2 اوبريشن مود في حاله الواي فاي نتورك. اول واحد اللي هو الاد هوك مود. كلمه اد هوك معنى كده انه الاجهزه بتكون متصله مع بعضها مباشره من غير ما يكون في سنترال ديفايس. يبقى ان ان اد هوك نتورك ستيشنز او الاجهزه اللي موجوده عندي بتتواصل مع بعضها دايركتلي مباشره من غير ما يكون في حاجه لي سنترال ديفايس اللي هو الاكسس بوينت. بيحصل ازاي الاد هوك مود؟ هو كل الفكره كلها ان انا لازم اخلي الاجهزه قريبه من بعضها. فبيقول لي هنا when one device come within a range، لما في جهاز بيقرب من الرينج الخاص بجهاز تاني فبيحصل ما بينهم وبين بعض حوار. في مصطلح انا عايز اقوله انه اللي هو البرودكاست. برودكاست معنى كده ان انا ببعت الاشاره لكل الناس اللي متوصلين بيا. على سبيل المثال احنا بنشوف البرودكاست في نوع الشبكه، بمعنى لو انا دلوقتي موجود بره البيت الخاص بحضرتك، هو انا مش ممكن اعرف كل الشبكات اللاسلكيه اللي موجوده في المنطقه عندكم؟ ليه؟ لان كل شبكه بتعمل برودكاست بتبعت او تبث العنوان الخاص بيها لكل الناس اللي موجودين في الرينج الخاص بيهم. هنا بيقول لي ان الاد هوك نتورك عباره عن اندبندنت، مستقله وايزوليتد من اي شبكات تانية. يعني كل اتنين بيعملوا، كل جهازين او عدد اكتر من الاجهزه بيحصل ما بينهم كوميونيكيشن بغض النظر عن باقي الاجهزه الاخرى. يبقى اذا ازاي بيحصل الاد هوك مود؟ فكرته كله ان لما بتقرب الاجهزه من بعضها بيتم انشاء شانل لارسال البيانات واستقبالها، وان الاد هوك نتورك بيكون اندبندنت وايزوليتد فروم اني نتورك. الرسمه ديت بتوضح لي الواي فاي اد هوك نتورك. فكرتها انه الدوائر السوداء الكبيره ديت او الدايره دي هي عباره عن الواي فاي ستيشن او جهاز الكمبيوتر، والدوائر دي بتمثل الاشارات اللي طالعه من الجهاز ده. طبعا احنا بنستخدم الاد هوك نتورك امتى؟ بنستخدمها في الاغراض المؤقته، بمعنى مثلا نفترض ان احنا طالعين في رحله مثلا، وانا عندي جهازين كمبيوتر والجهازين دول عايزين نبعت ما بينهم وبين بعض ملفات مثلا، فانا بعمل اد هوك نتورك ما بين الجهاز الاول والتاني. مش هروح اشتري اكسس بوينت وانا في الصحراء مثلا عشان اوصل ما بين الاجهزه وبعضها. يبقى اذا هوير ات كان بي يوزد، بنستخدمها امتى؟ اما بنعمل عمليه مثلا بزنس ميتنج، اما يكون في ميتنج وما بيكونش في اكسس بوينت. نيجي نتكلم على النوع الثاني اللي اسمه Infrastructure Mode. في حالة الـ Infrastructure Mode فبيكون في Central Device اللي هو الـ Access Point، وكل الـ Communication ما بين الأجهزة وبعضها بيتم عن طريقه. يبقى الـ Infrastructure Mode هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة، كل الـ Communication بتحصل ما بين الأجهزة وبعضها عن طريق الـ Access Point. يعني علشان الجهاز ده يكلم الجهاز ده، الإشارة بتطلع من هنا تروح للـ Access Point، وبعدين الاكسس بوينت تبعتها لباقي الاجهزه نفسها. السكيورتي بتكون اعلى ليه؟ عن طريق الجهاز ده. الاكسس بوينت احنا ممكن نستخدمه عشان نوصل الشبكه دي كلها بالانترنت، او ممكن نوصلها بالوايرد نتورك اللي هي الشبكه العاديه اللي فيها اسلاك. هنا بيقول لي ان الكوميونيكيشنز او الستيشنز اللي موجوده عندي بتعمل كوميونيكيت، بتتواصل مع بعضها باستخدام الاكسس بوينت، أو ممكن تتواصل مع بعضها عن طريق الوايرد نتورك. يبقى هنا بيقول لي إنه عملية إرسال واستقبال البيانات ما بين الأجهزة وبعضها بتتم باستخدام الأكسس بوينت. الأكسس بوينت اللي موجودة عندي ممكن تكون متوصلة بشبكة وايرد، اللي ممكن يكون عليها طبعة، ممكن يكون عليها إنترنت وهكذا. الأكسس بوينت اللي موجودة عندي بتكون جزء من شبكات الوايرد نتورك وما بيكونش موبايل. يعني معنى كده ان الاكسس بوينت بيكون موجوده في مكان ما بتتحركش،
إنما إيه اللي بيتحرك؟ الأجهزة بتاعتنا اللي هي الستيشنز، يعني مثلا الأكسس بوينت بتكون موجودة في مكان ثابت في البيت ده، لكن أجهزتنا المحمولة سواء الموبايل أو سواء الكمبيوتر هو اللي بيكون موبايل، يعني بيكون متحرك. نتكلم دلوقتي على طريقة عمل الانفراستراكشر مود ده، أو إزاي الحوار بيحصل ما بين الواي فاي ستيشن وما بين الأكسس بوينت. نفترض إن أنا أكسس بوينت، ممكن أكون موبايل، ممكن أكون لابتوب، فأنا عايز أعرف مين الشبكات أو مين الأكسس بوينت اللي موجودة في المنطقة المحيطة بي. فأنا ببعت حاجة اسمها بروب ريكوست فريم. يبقى إذن الواي فاي ستيشن بتحدد هل هي في الرينج الخاص بأكسس بوينت ولا لا عن طريق إرسال بروب ريكوست فريم. لو فيه أكتر من أكسس بوينت ردت عليا، فالمفروض إن أنا بختار منهم الشبكة اللي بتكون أقوى وبحاول أتصل بيها. البروب ريكوست فريم هو عبارة عن نوع من المانجمنت فريم، زي كلمة السلام عليكم كده. كلمة السلام عليكم ما بتكونش فيها معلومات، اللي بعد التحية هو ده المعلومات ده. فالمفروض إن البروب ريكوست فريم هو نوع من المانجمنت فريم. ليه؟ لأنه لا ينقل أي رسائل، it doesn't carry any message. النقطة اللي بعد كده هو بيقول لي إنه في حالة الشبكات السلكية كان كل جهاز من الأجهزة اللي موجودة عندي سواء برينتر أو كمبيوتر مثلا بيكون محتاج كارت شبكة اللي هو Network Interface Card، وكارت الشبكة بيكون عليه MAC address يعني عنوان. فنفس الأسلوب بالضبط في حالة الشبكات اللاسلكية، إحنا محتاجين كارت شبكة بنسميه Wireless Local Area Network، وكمان محتاجين إن يكون فيه MAC address. أي رسالة بيتم إرسالها من كمبيوتر لكمبيوتر تاني أو من كمبيوتر لأكسس بوينت بتكون محتوية على عنوان السورس وعنوان الديستنيشن ومجموعة من البيانات ده. يبقى هنا بيقول لي إن every message data frame هيكون محتوي على السورس MAC address والديستنيشن MAC address بالإضافة لمجموعة من المانجمنت انفورميشن الأخرى. شيرينج الميديم، شيرينج يعني مشاركة. المفروض إنه الشبكات اللاسلكية بتستخدم وسط واحد لإرسال البيانات. القاعدة بتاعتي إنه فيه واحد بس يقدر يعمل عملية ترانسميتنج للداتا. لو اتنين حاولوا يعملوا عملية ترانسميتنج للداتا في نفس الوقت وعلى نفس الشانل ممكن يحصل كوليجن. الكوليجن معنى كده إن البيانات اللي موجودة عندي بيحصل لها تلف. على سبيل المثال أنا عندي تليفون لاسلكي وعندي شبكة واي فاي اللي هي عليها الإنترنت. لو أنا بحاول أستخدم التليفون اللاسلكي في نفس وقت استخدام الشبكة الواي فاي ممكن تلاقي النت تفصل من عندي. ليه؟ لأن هما بيستخدموا نفس الفريكوانسي في نفس الرينج في نفس المنطقة، فممكن يحصل كوليجن. فلازم يكون في بروتوكول أو نظام بيرتب عملية مشاركة الوسط ما بين الأجهزة وبعضها. يبقى إذن هنا بيتم استخدام نفس الوسط لإرسال واستقبال البيانات، وبيكون مسموح لجهاز واحد فقط إنه يعمل عملية ترانسميتنج للداتا. لا يمكن لجهازين إنهم يبعتوا بيانات في نفس الوقت. المفروض إن الجهاز قبل ما يبعت بيانات بيعمل سينسينج للميديم، يشوف هل في حد بيبعت بيانات ولا لا. لقى في حد بيبعت فينتظر عملية إرسال البيانات، ما لقاش حد يبعت. ممكن اتنين يبعتوا في نفس اللحظة فهيحصل كوليجن زي ما قلت. هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا اللي هو الداتا ريت. داتا ريت مقصود بيها سرعة إرسال البيانات. هو بيقول لي هنا إن الداتا ريت في حالة الـ IEEE 802.11G كان 54 ميجا بت بير سكند. عمليا هي بيكون أقل من كده لاعتبارات كبيرة هنتكلم عليها دلوقتي. فهو بيقول لي إن الداتا ريت اللي مستخدم لإرسال البيانات ما بين الستيشنز وبعضها بيتأثر بيه. ممكن يجي سؤال مقالي الـ Management Information Included Within Each Frame مقصود بيها إيه الـ Management Information؟ إحنا كنا بنقول دلوقتي إن كل رسالة بنبعتها بيكون عليها السورس أدرس والديستنيشن أدرس ومجموعة من البيانات الإضافية. طيب البيانات الإضافية دي لو كانت كبيرة معنى كده إن الرسالة بتاعتي هيكون حجمها صغير، معنى كده إن السرعة بتاعتي هتبقى أقل. الحاجة التانية البروتوكول اللي احنا مستخدمينه عشان ننظم عملية إرسال البيانات ما بين الأجهزة وبعضها. كمان الـ Multiple Users عدد الأجهزة أو عدد اليوزرز اللي موجودين على الشبكة.
كل ما يكون عدد اليوزرز اللي موجودين عندي كتير، كل ما البيت ريت أو السرعة اللي هتوصلني هتكون سرعة بطيئة. في مصطلح بعد كده اسمه ثروبوت. ثروبوت اللي هو الأكشوال بيت ريت، اللي هو سرعة إرسال أو نقل البيانات فعليا عندي قد إيه في الشبكة. على سبيل المثال إحنا بنقول دلوقتي إن في حالة الـ IEEE 802.11G كان البيت ريت بتاعي 54 ميجا بير سكند، لكن هل هو فعليا بيكون 54؟ لا، ممكن يوصل 30، فال 30 بيتقال عليها ثروبوت. يبقى إذا كلمة ثروبوت هو عبارة عن الـ Practical Message Data Rate that can be achieved in a wireless network. Practical يعني عملي أو الفعلي. الـ Operating Range مقصود بيها مثلا قدرة الجهاز إن هو يستقبل الإشارة، يا ترى مسافة بعد مسافة قد إيه؟ فهو طبعا ده بيعتمد على المسافة من الـ Access Point. لو إحنا بنتكلم في حالة الـ Infrastructure Mode، إنما لو إحنا كنا بنتكلم في حالة الـ Ad Hoc، يا ترى المفروض إن أقصى مسافة ما بين الأجهزة وبعضها تكون قد إيه؟ يعني مثلا نفترض إن المسافة تكون 10 متر، طب بعد 15 متر مش هيكون في إشارة. الحاجة التانية بيعتمد على الداتا ريت، وطبعا الداتا ريت هو بيقول لي إنه أقصى داتا ريت ممكن يتحقق في مسافة 30 متر من الأكسس بوينت. كمان في عناصر بتحدد البيت ريت اللي موجود عندي، مثلا الفيزيكال باريرز أو اللي هي الموانع أو العقبات اللي بتبقى واقفة ما بين الأكسس بوينت وبين الأجهزة. يعني نفترض إن أنا الأكسس بوينت اللي موجود عندي أنا حاططها مثلا في المطبخ، والمفروض إن المطبخ فيه زي جدران كتير، فمعنى كده إن أنا لو غرفة النوم معنى كده إن الإشارة اللي هتوصلني هتكون إشارة ضعيفة،